على ما لو تطلع تطلع على ما لو تطلع على بال ما القهوة تطلع كلمتين مهمين قوي هنقولهم. جالي تعليقات وجالي كومنتات كتير قوي ايه علاقة موضوع ليلى عبد اللطيف وهي بتقول ان هيتم اغتيال الرئيس ترامب، وقبليها برضو قايلة تنبؤات بوفاة احد لاعبين الكرة في الملاعب، فالكلام دوت شايفه ازاي يا عسيلي؟ العسيلي هيقول لكم حاجة بقى، الدجال ليه أتباعه اللي منتشرين وسطينا، يعني نصدق الكلام دوت ولا ما نصدقوش؟ طب احنا شايفين ان هي اللي بتعمله ده كله والكلام اللي بتقوله كله صح، هنقول استغفر ربنا كده واستهدى بالله، كذب المنجمون ولو صدفوا. معنى كده ان الدجال لما يجي لنا ويقول لنا دي الجنة ودي النار، فاحنا نروح للجنة بتاعته وهي الجنة بتاعته اساسا هي النار، فهو ليه أتباع. طب الأتباع دول هيبتدوا يعملوا ايه؟ هيقول لك في تسونامي هيجي في المكان الفلاني، هوب هنلاقي فعلا التسونامي جه. هيقول لك في بركان، في زلزال، في فيضان، في دولة هتتعرض لخسائر كبيرة قوي بأسلاح. ابتدت الناس دلوقتي خلاص تثق قوي في الموضوع دوت، ابتدوا يثقوا في الشخصية دي، دي ليلى قالت كذا، دي ليلى سوت كذا. تبتدي الناس النهاردة توجيهها بدل ما هي معتمدة على ربنا وان كل حاجة بتحصل هي بإيد ربنا ولن يضرك بشيئا إلا بأمر الله، هقولك لا دي ليلى قالت كذا، طب ربنا يستر، ده أنا ألحق أعمل واحد واتنين وتلاتة عشان لو حصل كذا يبقى أنا واخد بالي. يبقى احنا ديننا راح فين؟ يبقى احنا النهاردة ضعاف الأنفس مننا إيه اللي هيحصل فيهم؟ هيبتدوا يتبعوا الشخصية دي، تيجي بعد كده حد تاني يطلع زيها ويبتدي يوجه الناس في حتة تانية، بعد كده يجي يقول لك ده هيظهر رجل صالح وهيقول لكم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وهيدي لكم على الهداية وهيظهر في مكان فلاني، هوب فجأة حد يظهر الناس تبتدي فعلا تتبعه. الله، طب ما هو الدجال الناس ازاي هتتبعه؟ وضعاف الأنفس ازاي هتتبعوه؟ إلا من رحم ربي اللي هم عارفين فعلا ربنا حق المعرفة، هم دول اللي مش هيأمنوا بيه، لأن جنته نار وناره جنة. فخلي بالكو دلوقتي بقى كتير حوالينا من أتباع الدجال بيمهدوله. إذن هو لما هيخرج هنقول هو دوت بقى المهدي المنتظر، هو دوت المسيح، وهو كاذب، هو المسيح الكذاب الدجال المخادع. يبقى لازم ننبه على أولادنا، ننبه على أصحابنا، اوعوا تتبعوا كل دول يا جماعة. احنا خلاص في الايام الاخيرة من الدنيا، احنا دلوقتي بنشاهد خلاص العلامات الصغرى كلها زي ما انتم شايفين تمت، احنا داخلين على العلامات الكبرى. ربنا يحفظكم وربنا يعديها على خير. القهوة طلعت، تابعوني عشان عندنا كلام مهم في الحلقة الجاية من على بال ما القهوة تطلع.